أو يا الأزرق بيلعب بالساحة، يعني بيلعب إن شاء الله بالساحة. نتمنى يا رب العالمين هذا المنتخب يرجع إلى أوجه وإلى تسيده للمراكز الأول دائما وأبدا يا رب العالمين. عبد الله يمكن يتراقب يمكن الشارع الرياضي والجمهور الكويتي والجمهور الخليجي بشكل عام خلال هذا الأسبوع القرار الحاسم والمفصل اللي راح يكون أكيد بالنسبة لخليجي 23. يمكن لغط كثر يمكن غادة خلال الأيام اللي فاتت، راح يكون خليجي بالكويت أكيد، بس راح يتم التأجيل سنة ولا لا؟ راح نتعرف يمكن أكثر وراح تكون الإجابة الوافية مع ضيفنا اليوم النائب عبد الله المعيوف. صباح الخير. أهلا، صباح النمو. سعد صباحك. صباح على مشاهدين ويوم أسبوع، بداية أسبوع إن شاء الله جميل وبداية يوم جميل إن شاء الله. يا رب العالمين على الكل والجميع. تطبيق التجنيد الإلزامي برسم الاستعجال منشط تصدر السياسة، ما بتكلم عليه الحين، بخلي تالي بس أبي أقول مبروك لخليجي بالكويت ولا نقول ننطر شوي؟ والله شوفي، احنا طبعا نتمنى وسعينا بكل ما اوتينا من قوة ان نستضيف خليجي 23 بعد ما اعتذرت العراق، واساسا الملعب الاساسي اللي هو استاد جابر اللي يعني يمكن اعتقد البعض انه ممكن يكون سبب في التأجيل او وضعه الرئيس الاتحاد والاخوان في الاتحاد عذر انه ما هو جاهز. صحيح. وبالعكس بدون دورة الخليج كان الافتتاح سيكون في شهر 10، حتى لو ما العراق او حتى لو ما الكويت استضافت. فبالتالي اليوم اعتقد انه من الواجب أن لا نسيء لبلدنا بهذه الصورة، أن لا نسيء لحكومتنا بهذه الصورة، أن لا نعطي فكرة صراحة مغايرة للحقيقة عن الكويت. إحنا سباقين في تنظيم البطولات، في تنظيم الاحتفالات، في تنظيم المهرجانات، عندنا شباب وعندنا إمكانيات وعندنا صحيح. فكر يعني الناس تنظر لنا كقدوة وكتقليد في هذه. اليوم أمانة ما كان في سبب وجيه ولا كان في سبب مبرر لتأجيل هذه البطولة بسبب أنا أعتقد ما هو حقيقي، ولكن أنا أعتقد الحين الوقت لا زال. من أخطأ عليه أن يستدرك خطأه. صحيح. ما يمنع أن الواحد يعترف أنه هو تقديره كان غلط كرئيس الاتحاد أو كاتحاد، أو ونعود مرة ثانية لننظم خليجي 23 ولنفتتح استاد جابر ايضا الاستاد اللي جاهز اعتقد في شهر 10 للعبه. نتمنى يعني هذا الشيء. يمكن من بدا الحديث عن تاجيل خليجي 23 تحرك مجموعه من نواب مجلس الامه على هذا الموضوع، لما نتكلم على دوركم بالضبط لهذه القضيه. احنا طبعا اول شيء كرياضيين، واثنين كناس من افراد الشعب الكويتي، يهمنا أن الكويت تحتضن مناسبة مثل هذه المناسبة الرياضية، كون إحنا أساسا من أسسنا دورة صحيح. الخليج وفكرة دورة الخليج انبعت من الكويت، من الله يرحمه عبد الله العوضي، ومن ثم إحنا أبطال دورة الخليج وأول من أشعل المنافسة. وبالتالي إحنا اليوم كأعضاء في مجلس الأمة نعي تماما لما جتنا قضية ميزانية دورة الخليج، وأصرينا احنا كنواب رياضيين وايضا كنواب اخرين اصرينا على ان الحكومه تدفع المبلغ هذا وتعتمد المبلغ هذا لدوره الخليج، ايضا اصرينا على ان تجري الاستعدادات وتجري التجهيزات لانهاء استاد جابر، ووعدونا الحكومه الممثله في هيئه شباب الرياضه بانجاز هذا. فلما نتفاجئ امانه بان كل الامكانيات متوفره والحكومة لبت هذه الدعوات للاتحاد وجهزت كل شيء، ونتفاجأ بأن القرار قرار شخصي غير مدروس. سألنا هيئة شباب الرياضة قالوا أبدا ما تم مشاورتنا، سألنا حتى عن الأندية اللي هي الجمعية العمومية اللي تمثل اتحاد كرة القدم أيضا لم تستشار، واللي أعرف أيضا حتى مجلس إدارة اتحاد كرة القدم أيضا لم يجتمع ولم يقرر. وبالتالي احنا لا نريد ان ننقل صوره سيئه صحيح. وصوره لخلافات قد تكون شخصيه وخلافات
ضغوطات قد تكون متراكمة ومرتبطة بأشياء أخرى. يوم اللي ننظم الدورة، يوم اللي وجه الكويت المشرق نريد أن بينه، يجب أن نتناسى هذه المخالفات، نأجلها، نجمدها لغاية ما تنتهي هذه الدورة، وبعدين نرجع نقعد بيننا وبين بعض ونحل مشاكلنا. صحيح. وبالتالي كانت هناك دعوة من بعض الإخوان لعقد جلسة خاصة لمناقشة هذه، لكن الحكومة وعدتنا أن هذا الموضوع في طريقة للحل. وأعتقد أن الآن اليوم إجبار يجب أن يكون، وأنا أقولها يعني بأقصدها، يجب أن يكون هناك إجبار على لعب هذه الدورة في وقتها وفي تاريخها، حتى نعطي للإخوة في الخليج والأخوة أيضا العرب أن إحنا دولة تحترم كلمتها وتحترم مبادئها وتحترم قوانينها. أكيد بلا شك. يمكن بفواز شيخ سلمان وزير الإعلام وزير الشباب ما ألا جهد إلا أنه هو يتابع هذه القضية، وأن تكون هذه الدورة على أرض الواقع في وقتها المحدد، ويمكن راح يكون الاجتماع مع رئيس الاتحاد حتى يشوف شنو اللي مطلوب لإنجاح وإنجاز هذه الدورة. يمكن الاتحاد يقول أن الملاعب مو جاهزة، والهيئة تقول إحنا جاهزين بملاعبنا، أستاذ جابر، صداقة والسلام وغيرها من الأندية اللي راح يلعب فيها. شو قصة هالسالفة؟ يعني ليش الرك صاير بس على الملاعب؟ بس هي هذه العلفة؟ أول شيء طبعا أمانة أوجه تحية خاصة جدا لمعالي وزير الإعلام وزير الدولة شؤون الشباب والرياض، أمانة على موقف الصلب وموقف المبدئي بأن تحترم قوانين الدولة وتحترم قرارات الدولة. صحيح. وتحترم الدولة من خلال تطبيقها للقانون والتزامها الأدبي تجاه دول مجلس التعاون. وبالتالي قضية الملاعب والعذر اللي تقدم فيه أمانة رئيس الاتحاد عذر واهي وغير مقنع، والدليل على هذا أن الأستاذ ليس من مسؤوليته وليس هو من قام بالترميم خلال الفترة اللي فاتت عندما خصص مبلغ لإعادة ترميم الأستاذ وإعادة تجهيزه مرة أخرى وحول تنفيذ هذا المشروع على الديوان الأميري. وبالتالي الجهة المسؤولة عن جهازية الاستاد تقول ان الاستاد جاهز، يعني رئيس الاتحاد والاخوة منين يبتوا انه غير جاهز؟ القضية الثانية تفنيد رئيس الاتحاد بان الملعب غير جاهز او غير امن. صحيح. احنا في نهائي كأس الاندية الابطال 2010 لعبنا على الاستاد. صحيح. دورة غرب شباب اسيا ايضا لعبنا على الاستاد. الأدهى من هذا إذا اليوم نتحدث عن أنه والله الاستاد قد يكون في مشاكل وبالتالي أرواح الناس ما هي لعب، أنا أسأل رئيس الاتحاد بعد ما أخذنا دورة الخليج لما جمعت لك 50,000 في الاستاد، هل كانت أرواح العالم أيضا لعب؟ صحيح. الاستاد بالعكس اليوم أمان أكثر من الأول وأفضلية أكثر وتجهيز أكثر. أنا أعتقد أنه مو هذا السبب، السبب هو سببين. السبب الأول إصرار الاتحاد ورئيسه على أن يكون استاد جابر تحت مسؤولية الاتحاد الكويتي كرة القدم. واليوم هذا الاستاد ما هي الإمكانيات التي تمتلكها يا اتحاد الكرة، الإمكانيات الفنية والإمكانيات الهندسية والإمكانيات المالية حتى تضع هذا الاستاد تحت مسؤوليتك. اثنين، استاد الاستاد اللي في الرياض، استاد اللي في الامارات، استاد المراكانة، استاد ويمبلي، الاستاد الدولي في فرنسا، كل هالملاعب الضخمه الكبيره هي مسؤوليه الدوله وتحت اشراف الدوله. صحيح. فشنو السبب اللي انت تبي هذا الملعب يكون تحت اشرافك وانت لا تملك الامكانيات وانت من تنتقد المنشآت والمنشآت في الانديه وغير كافيه؟ اذا كانت الدوله بامكانياتها وانت تنتقدها فما هي الامكانيات؟ انا اعتقد ان الاستاد لا مغزى مالي. صح. ولا استثمار مالي يريد الاتحاد ان يكون هذا الاستثمار له، وهذا ايضا لا يجوز، لان اي دوره اليوم تعقد في أي مكان تصرف الدولة ولكن الدول الثانية تربح. صحيح. من هذه لأنه يعتبر استثمار تنظيم دورة. صحيح. وبالتالي يدخل الأموال تدخل على عائد للدولة.
اثنين أنا أعتقد أن قضية المبالغ اللي خصصت 5 مليون الاتحاد يريد هذه المبالغ أن تكون تحت تصرفه، وإحنا كأعضاء مجلس الأمة طالبنا الحكومة أن لا تكون المبالغ هذه تحت تصرف الاتحاد حتى نضمن الشفافية ونضمن النزاهة ونضمن أن هذه المبالغ تصرف في وقتها، خصوصا أن لنا تجربة سيئة مع نفس في خليصة 16 لحد اليوم في مبالغ يجب أن تسدد ما تسددت، هناك تجاوزات، هناك هدر في المال العام. هذا الملف سيذهب إلى النيابة العامة قريبا أيضا لأنه لم يسكر. وبالتالي اليوم إذا أنا فعلا جاد أني أنا أنظر إلى الجانب الفني وهذا المهم صحيح. في اتحاد كرة القدم وفي الأندية يجب أن تنظرون إلى الجانب الفني لا تنظرون إلى الجانب المادي صحيح. الجانب المادي هو للدولة، وبالتالي أنت اليوم خصصت 5 مليون، حط طلباتك وحط خطتك، والهيئة العامة للشباب والرياضة، وأنا أقول مرة ثانية مشكور معالي وزير الإعلام وزير الدولة الشمال إنها أن عين وياهم نائب مدير عام الأخ جاسم الهويدي وفريق مالي للإشراف على عملية الصرف، لكن الاتحاد رفض أن كل الاتحاد تحت الرقابة المالية. إحنا في بلد مؤسسات وفي بلد قانون، هناك ديوان محاسبة سيحاسب وزارة صحيح. الشباب والرياضة الوزير الدولة الشباب والرياضة على هذه المبالغ، ويجب أن تكون تحت عين وبصر الدولة. أكيد فوزي أنت أكد أن الملاعب راح تكون إن شاء الله جاهزة وكل الملاعب جاهزة. كان لكم زيارة لأستاذ جابر؟ كان لنا زيارة لأستاذ جابر، وأيضا كان لنا اجتماع معهم. أستاذ جابر في مفاجأة أنا أقول لكم وأقول حق الشعب الكويتي، في مفاجأة بس هذه المفاجأة الهيئة العامة للشباب والرياضة ما تبيها تطلع الحين. وأنا ضد أمانة هيئة الشباب الرياضة اللي يقولون انهم راح يودون الصحافة حتى يثبتون ان الملاعب جاهزة. احنا ما احنا محتاجين نثبت لرئيس الاتحاد ونثبت لاتحاد كرة القدم ان ملاعبنا جاهزة. احنا على ثقة ان الملاعب جاهزة وانها مجهزة بشاشات حديثة، بكراسي حديثة، بارضيات حديثة. الاستاد تحفة فنية صحيح. انا متأكد صحيح. لكن احنا اليوم ما احنا مستعدين ان والله واحد يشكك من اجل صحيح. مال ولا من اجل سلطه صحيح. ونقعد احنا نثبت له، ولا احنا ما نثبت له ما له داعي. كاهو خير دليل على الشاشه اللقطات تثبت روعه استاذ جابر وفخامه هذا الاستاذ يعني وتصميمه المتميز بصراحه. بفواز قاعد اشوف حتى من الاعلاميين، في اعلاميين يقولون ان المراكز الاعلاميه داخل استاذ جابر مو جاهزه، يعني ما في اماكن للصحفيين اللي راح يجون يغطون اكيد هذه المراكز. شو ترد عليهم على هالكلام؟ انا اقول على رئيس الاتحاد اللي يدعي وعلى اللجنه المشرفه على الدورة اللي هم أمناء أمناء سير الأندية عليهم أن يركبون سيارتهم ويروحون الاستاد ويطلبون من الهيئة الشباب الرياضة احنا نريد أن نرى الاستاد، وبالتالي عليهم أن يحكمون بأنفسهم، لا أن يحكموا نتيجة لنقل رئيس الاتحاد لهم أو أمين سر الاتحاد الكويتي لكرة القدم. الآن السؤال، إذا الحين ردينا وقلنا الملاعب جاهزة، شنو الموقف المخجل اللي للاتحاد قبل كم يوم تقول له الملاعب مجاهزة، اليوم بتيجي تقول الملاعب جاهزة؟ أنا أمانة أقول إنه حتى وإن الدورة أقيمت إن شاء الله ويعني شهدنا افتتاح وشهدنا هذه الدورة، يجب أن لا ننسى أن يكون هناك حزم وأن يكون هناك صحيح. اتخاذ إجراء في من أراد الإساءة أمانة في الكويت للكويت صحيح يعني. بفواز يمكن إن شاء الله نقول تباشير خير من خلال كلام حضرتك، ويعني استعداد ويعني إنجاز للشيخ سلمان الحمود في أن تطبق هذه الدورة بوقتها تحديدا في الكويت الحبيبة. قلت أن اجتمعتوا برايفت كأعضاء كنواب حتى تحلون هذه القضية بأقرب وقت ممكن، شنو أسفرت عنا هذه الاجتماعات؟ احنا والله بس اجتمعنا حتى نتدارس يعني تدري ما كان عندنا احنا مجموعة بسيطة يعني من النواب بحثنا موضوع احترام هيبة الدولة، احترام صحيح. القوانين، احترام الأنظمة، احترام سمعة الكويت صحيح. اليوم لا يعني أني أنا أكون في مركز
أعتقد أن هذا المركز غير يعني غير محاسب عليه وغير مسؤول عنه. مسؤول الدولة غير مسؤولة عن محاسبتي عليه بسبب والله أنظمة أني أسيء مثلا لبلدي أو أني أنا أتصرف تصرف يعكس توجه القيادة السياسية. صحيح. وليس فقط الحكومة، القيادة السياسية حضرة صاحب السمو يعني موعود بأن هذا الاستاد يكون جاهز في شهر 10، وأن مثل ما قلت لكم لو ما كانت في دورة الخليج كان سيكون هناك افتتاح، وبالتالي احنا ملتزمين بكلمة أمام حضرة صاحب السمو، لا يمكن أن يأتي شخص يعني ويلغي كل هذه الالتزامات يغير هذا الفكر. فبالتالي احنا كان اجتماعنا أنه نريد أن نضع النقاط على الحروف أمام الحكومة أن عليكم أن تؤدوا واجبكم وعليكم أن تتخذوا الإجراءات الكفيلة بحفظ سمعة وهيبة الدولة. صح. وحتى سمعة الشباب الرياضي وسمعة أهل الكويت. أمانة تصدى لهذا الموضوع معالي وزير الإعلام وزير الدولة شؤون الشباب والرياضة، وقال إن هذا الموضوع عندنا وهذا إن شاء الله من اختصاصنا، إحنا نطمنكم إن الأمور راح ترجع إلى نصابها مرة ثانية يا رب. وبالتالي الرجل أخذ إجراءاته أمانة. صحيح. ويشكر عليه وتشكر هيئة شباب الرياض أيضا وعلى رأسهم الشيخ أحمد المنصور مدير عام الهيئة. نعم. يمكن رؤية سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد منذ أن كان رئيس وزراء كان يهتم أكيد بالرياضة وإكمال للمسيرة هذه خلال وجوده في هذا المنصب. إذا نتكلم معك أبو فواز، كنت من الفريق الكويتي اللي وصل إلى كأس العالم في إسبانيا 80، واليوم حضرتك مشرع في القوانين في مجلس الأمة، متى راح نشوف الكرة الكويتية والشارع الرياضي يتوهج ويرد مثل ما قلنا بالزمن الذهبي؟ إذا تخلصنا من المشاكل اللي موجودة، المشاكل المختلقة، المشاكل اللي تفصل وتحاك وتخاط لمن أجل يعني أهداف شخصية أو خلافات شخصية. صحيح. أو مواقف شخصية. إحنا نسأل يعني اليوم من 82 إلى اليوم ما هو الإنجاز المهم اللي تهم يعني اللي تم إنجازه؟ تذرعنا في فترة بأن القوانين الدولية وعدم تدخل الحكومة وعدم تدخل السياسة واستغلالية الرياضة، استغلت الرياضة اليوم من خلال القوانين ومن خلال الحكومة اليوم لا تقدر تحاسب، أيضا لا يمكن أنك أنت تتدخل حتى في الأخطاء اللي قاعد تصير لأن الكويت تحترم المواثيق وتحترم القوانين الدولية. لكن هذه الآن القوانين الدولية موجودة وما حد قاعد يحاكيكم، شنو الإنتاج؟ بالضبط. شنو النتيجة؟ لا شيء، لأن القضية مو قضية قوانين، قضية فكر. صحيح. رياضي منير، القضية قضية نوايا طيبة. صحيح. قضية حب لهالوطن وليس حب لأشخاص، أني أنا اليوم أعمل لرفعة وطني. السبب نشوف الشهيد كمثال، شهيد فهد الأحمد. صحيح. هل الشهيد فهد الأحمد يوم من الأيام سمعنا أنه اشتكى على وطنه في الخارج؟ أبدا، مع أنه حل اتحاده، لكن رد مرة ثانية بقوة القانون، ما اشتكى على بلده ولا حرض المنظمات الدولية على بلده ولا سعى إلى أن يلغي الهيبة وقدرة الدولة. اليوم أنتم اللي قاعدين تتعذرون في الاتحادات الدولية وفي الأنظمة الدولية، أخذنا هذه القوانين وأخذنا، شنو اللي استفدنا؟ هالطرت الرياضة اليوم إحنا ترتيبنا 126. صحيح. في 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 التنظيم الفيفا كتصنيف، وإحنا اللي كنا بالأوائل. يعني هذه والله طامة بصراحة. لا دوري عندنا مثل الناس، لا منتخب مثل الناس، من مسؤوليته. صحيح. هل مسؤولية الدولة؟ اليوم تعذرون في الملاعب، وأنا أقول إن اليوم هذا عذر أقبح من الذنب. وتحداهم خلي يطلع أي مسؤول رياضي اليوم في اتحاد كرة القدم، في اللجنة الأولمبية، في أي نادي، خلي يقول من دول مجلس التعاون، لا من دول المحيطة والشقيقة اللي موجودة، العراق، إيران، كاهم يمنى اللي تعتبر قريبة منا وفي محيطنا. صحيح. خل واحد يقول إن أكو دولة من هالدول الأربعة عشر أو الخمسة عشر نادي اللي يلعبون كرة القدم عندهم استاد، الدولة الوحيدة اللي أكو 14 نادي عندهم 14 استاد
هم الكويت. أيضا العراق كانت جاهزة يمكن لاستضافة البطولة رغم الظروف السياسية اللي فيها، بس كملاعب هي جاهزة. لا إحنا اليوم نملك ملاعب، لكن تيجي تقول لي صيانة، الصيانة هي عيب في الأندية اللي عندها. وفواز كلامك تمام، حتى الهيئة مو مقصرة يعني مبلشة شغلها وصيانتها لهذه الأندية حتى تتجهز لهذا اليوم. يعني إحنا بصراحة بهاللقاء شوي الوقت داهمنا، أبي تفرح المشاهد، يعني خلنا نقول الأمل كبير. لا لا لا، أنا أقول لك مو الأمل كبير، الإصرار. حلو. هناك إصرار. حلو. إذا حتى أنت اليوم إذا عندك أمل وما عندك إصرار، إحنا اليوم بلد، دولة، ما إحنا شركة أو صح. حزبة صح. علشان واحد يتصرف يلقي دورة ولا بالضبط. يوافق على دولة بالضبط. لا، اليوم هذه هيبة دولة ومصالح دولة وسمعة الدولة، خاصة ان هالدولة قائدها قاعد يسعى فيها الى اليدام، يعني الواحد ما يرجع فيها الوراء، فاحنا نكون معاه ايد في ايد ونتفق ونختلف بفواز، لكن يظل اسم الكويت وصورة الكويت هي بالاول وبالاخير. برجع حق التجنيد. اي مستعيلين علينا تنم فواز على التجنيد الالزامي، ليش؟ هو التجنيد الالزامي امانة وضع له فترة زمنية اللي هي سنتين صحيح، من بعد نشره في الجريدة الرسمية، ولكن اذا كانت وزارة الدفاع جاهزة خلال فترة اقل من السنتين، يعني في فترة سنة، وبالتالي لا يمنع. اليوم أنا أعتقد أن مواكب الأحداث اللي تحدث اليوم في المنطقة وهذا التشنج وهذا الاحتقان والإرهاب اللي قاعد يصير، أمانة هذا المشروع أنا أذكر عليكم لمنين وناقشنا هذا الموضوع، كان صحيح. واحد من أهم أسبابه هو حضن الشباب الكويتي واحتوائهم بالضبط. وغرس فيهم الروح الوطنية من خلال العمل وليس من خلال فقط الأغوال. وبالتالي اليوم قاعدين نشوف احنا المنظمات الإرهابية توسعت ومركزة على الشباب طبعاً. اللي قاعد يصير اليوم كل اللي قاعدين ينفذون مثل هذه الأعمال الإرهابية اللي قاعدين حاطينهم وسيلة وأدوات للقتل والتدمير هم من الشباب اللي احتوهم هذه احتوتهم هذه المنظمات الإرهابية. وبالتالي احنا اليوم واجبنا كدولة ان نحافظ على شبابنا، ان نحتويهم، ان نضعهم في مقدمة العمل الوطني بالضبط. وهم من يدافعون عن وطنهم وليس هم من يخرب وطنهم ويدمر وطنهم بالضبط. هذا الشيء اللي راح يخلي الكل يحرص انه يكون اليوم قبل باكر. قواكم الله النائب الفاضل عبد الله المعيوف، ودائما وجودك معانا يثرينا من خلال معلوماتك وبشايرك للخير يا رب العالمين. نقول بشاير خير، لقائنا القادم خليجي 23 على أرض الكويت. أنا أقول إن شاء الله استعدوا، وخل الكويتيين يبدون يعني يستعدون لخليجي 23، لأن هي القضية مو قضية كرة بس، يعني هي قضية اقتصاد، قضية فن، قضية تآلف، قضية تعارف صحيح. أيضا قضية اندماج لهالشعب لهالشعوب هذه صحيح. وبالتالي الكويت دائما تكون دورة عندها مميزة بالضبط. لأنها أمانة فيها كل أطياف الفكر الرياضي والسياسي منبع الرياضة، منبع الرياضة بالضبط أكيد. ومسقط رأس هذه الدورة طبعا الكويت الغالية. إن شاء الله يا رب العالمين تفرح الكويت من خلال هذه الدورة، ونرجع إن شاء الله بأوج الرياضة. شكر كبير لك النائب الفاضل أبو فواز، يعطيك الصحة والعافية دائما وأبدا. شكرا لك. شكرا لك أبو فواز. الحين بنروح وين ويا المشاهدين يا غادة؟ في لقاء مميز راح يجمعنا إن شاء الله مع المتميزة حول الصحة والتغذية، واللي محتار بعمره شوي بالصيف وغيرها من هذه الأمور يتابع سارة الكندري، بتكون معانا بعد هذا الفاصل الصغيرون، لا تبعدوا.